all be healed and all be whole. Sun and moon will be replaced with the light of the angel's face. So I will not be ashamed, for my Savior knows my name. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter. السلام عليكم خوش خوتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا جينا الاصدقاء على حساب زيت العود باش غادي ناخذوا ان شاء الله هنايا نتقداو. دائما الوالده كل موسم كتجي تتقدا هنايا، كتاخذ تقريبا واحد 86 متر بحال هكاك، وكنمشيو ليه لقلعه سراغنا الاصدقاء. تما هنا الوالده فين ولفات تاخذ زيت لحقاش زوين بزاف، وقالت لي والو جي معايا باش حيت انا اصلا غادي ندي معايا ان شاء الله 5 متر، ولكن هاد 5 متر غادي نفرقها ان شاء الله. هذه يعني كندير في ثلاثه القراعي ديال الاطرونس ونسيطرو حتى هو كيتزاد حتى هو كيبقى على حساب الوزن، راكم عارفين الاخوت. وجد لويز موصيني عليه بزاف، غادي نعطي ان شاء الله اطرونس حتى هو ديالو. و يعني حتى هي جات حجه وزياره كيف كنقولوا الاصدقاء، جيت نيت نشوف كيفاش كيعصلوا هنايا لحقاش هذه اول مره الصراحه. الوالده صافي ديجا كانت كتجي وخوتي كدير الاخ ديالي هنايا كتجي تاخذ لك البراك. المهم هي كتقول ان قلعه سراغنا ان عندها زيت زوين بزاف، ولحقاش يعني بحكم انها قديم وهي كتقدا هنا. المهم خليكم معنا وندخلوا داخل ان شاء الله ونشوفوا كل شيء ان شاء الله. ياك السي عبد العظيم، هاك لا ودوا، هات السي عبد العظيم، هات هات. شوف شوف تبارك الله طلع السلام. يا ما شاء الله وزوينه كيف الشيبه الله. عاش اقول لك السعد جديد، هات وليدي الزيت، ها والله معصرة ما شاء الله، هات الفرس تبارك الله والله معصرة، ها الخبز الصود. هادشي علاش كنجي للقاعة قلعة الزهر تبارك الله، كلشي فيها مزيان والجودة رفيعة من داكشي. واللي بغا ياخذ الزيت اخوتي نوصيكم خذوه من هنا، ما شافت عينيكم الزيتونة كطحن والمعصرة كتعصر وانتي كتاكلي ومرتاحة، ما مخلطة ما فيها فريد ما فيها والو، والشجر قدامك كنجري وحبة بحبة والله العظيم. إلى إلى واحد حالة زوينة ما نقولش ليك، ها من من الشجرة والحجرة الزيتونة، من الشجرة والحجرة كل شيء جديد كل شيء ماضي. وتبارك الله عليكم أخوتي. عاد صعب جيل فرقهم، خلي الزيت الحلوه والزيت الحاره، اه حيت دابا هذه الزيت الحاره كتكون الزيتونه وحده هي اللي كتعصر، نوع ديال الزيتون واحد داك الخضر، والزيتونه الحلوه كتكون فيها انواع ديال الزيتون كلها مجموعه ومخلطه عاد عصروها، فيها الزيتون الاحمر والبحر والخضر اللي كنعشي اللي قالنا السيد، وبجوج مزيانين. دابا المعصره الاولى هي اللي كتكون مزيانه، والعصره الاولى معروفه في شهر 10 ياك، هادشي اللي قال لنا السيد. هي ديال الماكلة، اه جديد عزيز عليه تاهو شويه ماشي حار، دابا انا غادي ناخذ غير هذيك الحلوه وغادي ناخذ اخر ساعه اللي غتقدر تدي معاك ان شاء الله. نفرق ان شاء الله، اه ان شاء الله الله ما يسر. ما شاء الله خضراء
بالقوة. باش يبقى معروف ل هادي 20 كيلو تبارك الله. 20 لتر 20 لتر سير نمشي نسمعك. هادو خصك دير لهم هادي المر لا ما علمتيهمش؟ اه علمهم بالقلم احسن. دير لهم كروه 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 هادو الحارين والاخرين حلوين باش ما يتخلطوش، حيت بالنسبه للماكله هما داك الحلوين. باركه حق الصهر واصدقاء بزاف. الله يرحمنا بالشر الصراحه، حال سخون في قلعه صراغنا. عياس والله ان شاء الله نمشيو نتغداو بعدا ان شاء الله. يلا فكرني هذا الجويس هذا بارك الله. مسكين لحقاش هو ماشي بحالنا حنايا كنطيبو بزاف، هو كيديرو على البيتزا، أغلبية كيديرو على البيتزا هو صاحبي. إيه عجبو إن شاء الله. صافي ساليت لقيتي على خاطرك. ساليت مولا ما خداش الزيت العود من المعصره ما كترتاحش. اه ما كترتاحش، كندير عدم الثقه بالزيت. اه دابا الحمد لله طمأننا على الزيت مزيانه وضقتها وكلتها وشربتها وهزتها. اه لا تبارك الله خضراء ما شاء الله. الحمد لله والله الا الحمد لله حنا بخير. الحمد لله. تعبنا جينا حتى لبلاصتو كاين الزيتون طحنا. هو الاحسن حاجه كتشوفي بعينك. اه داك الشيء بخير، كاين الزيتون لا خضر بالخضر، كان الزيت المخلط بالخضر والخضر والحل اللي بغيتي، هذاك المخلط كتجي زيتها حلوه. تبارك الله اللهم بارك. ما تبقاش كتزيد الزيت شويه حار. ايوا صافي لا بقيتي على خاطرك. ايوا صعب شي صوالح الله يعطيه الصحه يحسن مسكين جا معانا. ايوا اللهم يسر. تطريق السلامه ان شاء الله. شناهي؟ وغادي اخوتي اخواتي المتبرعين. لا لا من الاحسن واحد هنا وياخذ الزيت العام. خذوا سويته زوينه قولوا ليداتكم. وكتبقى العام ياك كياخذوها على العام. من العام العام شويه ياخذوها. تبارك الله. افضل حاجه في الماكله وهي الزيت العود. مزيانه للبدن، مزيانه لوليدات المروحين، مزيانه للحساسيه، هي احسن من اللحم ومن اي حاجه. والصحه والراحه. هاد الفيديو اللي بان لكم كيقولوا لي المرجان، وهاد المرجان كيجي من الماء ديال الزيت، ملي كيتعصر كيخرج كما وزيت وكيصفيو فهاد الصفايا هذا، الزيت كيمشي فهاد الفيديو الكحل، وهذاك الماء ديال المرجان كيمشي فهاديك البلاصه الاخرى، وهاد الماء هذا اللي كيقولوا لي المرجان مزيان الروماتيزم ومزيان للشعر، اللي هو هذا كيبان لكم فهاد الفيديو هذا. المهم اصدقاء خدينا المسائل كامله الحمد لله على كل حال، تبارك الله يعني الوالده كتاخذ يعني كل عام كيف قلت لكم اللي كيدي ليها المده ديال العام تقريبا. دابا غادي تجي غادي نعطيوها لشي ناس حتى هما كتعطيهم سبيل الله، وشي الاخر راه كتكمل به في الطياب والمسائل، حيت هي اصلا دائما القضيه هذه من الحاله اللي هي فيها القاعده كتجيب لها هي المكلفه بزاف.
وما مشيتش معاها تكلفت لها بامور حتى انا معاها ويعني حاجه اللي عاديه انني نوقف معاها في هذه الامور هذه. الوالدة مسكينة بغات الشواء كشدي البول فيها فالأصدقاء مشيت خديت لها تقضي أنا هنا شو دابا غادي نشويوها في واحد القهوة راه خطا ولا قهوة كيقول لها قهوة واحد البلاصة ديال الشواية الأصدقاء نشويوها تما إن شاء الله.